مزيد من التفاصيل حول الطلبة المصريين في الخارج وغرفة الأزمة في وزارة الخارجية. سيد سفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج. سيد سفير، أنا عارفة أن أنتم عاملين غرفة للأزمة للتعامل لربط كمان سفاراتنا في الخارج، مش بس في كييف ولكن في كييف والدول الأخرى. قول لي بالظبط، لانه بيجي لنا اكيد وبيجي لكم شكاوى كثيره من المصريين. انا عايزه اتوجه كلامك للناس، يعملوا ايه المصريين الموجودين في الشرق، المصريين الموجودين في الغرب، يعملوا ايه سياده سفير؟ مساء الخير يا استاذه لميس. احنا بالفعل بنتابع تفاصيل الاحداث الجاريه في اوكرانيا بكل دقه وعلى مستويات كثيره، ومن خلال زي ما حضرتك ذكرتي غرفة عمليات مقامة في وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة، لها أرقام معلنة. هذه الغرفة الغرض منها التواصل، لأن مع الأهالي أولادنا الطلبة اللي هم بيشكلوا 65% من حجم الجالية المصرية في أوكرانيا اللي بتصل عددها حوالي 6400، يعني حوالي الطلبة حوالي داخل على 4000، منتشرين في كافة أنحاء أوكرانيا، يعني مش موجودين، مش متجمعين في حتة واحدة، بيتزايدوا في بعض الأماكن وبيقلوا في أماكن أخرى. فالغرض من غرفة العمليات المقاومة اللي على مدار 24 ساعة التواصل مع الأهل، لأن طبعا الأهل في حالة يعني رعب على أولادهم. بالضبط، وده مفهوم ومقدر. بالضبط يا فندم. فإحنا أولا الغرض مش مجرد الطمأنة، لأن كمان الولاد غيروا، في منهم كتير غيروا أماكن تواجدهم، يعني إذا كانت بنت قاعدة لوحدها اتجمعوا ثلاثة أربعة خمسة مع بعض. في بعض المدن الأولاد لما بيحصل، أولادنا لما بيحصل بيسمعوا صوت الانفجارات، وهو طبعا حاجة مريعة، بيتوجهوا للملاجئ اللي موجودة في محطات المترو الأندر جراوند، فعشان نبقى عارفين مين موجود فين. فطبعا بعضهم بيتواصل مع أهلهم، بعضهم قد يجد صعوبة في التواصل مع سفارتنا في أوكرانيا نظرا لتكدس الاتصالات عليهم في فترة، يعني طوال الوقت وما بيردوا على طول بقدر الإمكان، لكن طبعا في تكدس، في ناس بتتصل أكثر من مرة، في ناس بتتصل وتقعد تشرح شكواها. ف احنا بالتواصل مع السفارة في اوكرانيا، ليه بقول السفارة في اوكرانيا؟ لانها هي بالقطع هي اللي بتدرس الامر على الارض في الواقع، وهي اللي بيوصل لها ايه اللي بيجرى فين، فهي بتنزل عن طريق صفحتها اللي دلوقتي بقت متابعة بشكل كبير جدا من الجالية المصرية، بتنزل ارشادات. زي ما ذكر زميلي السفير نادر سعد يعني قبلي، الارشادات دي بتوجه وفقا للظروف في اي مكان. في يعني قول لي مثلا اللي موجودين في الشرق، والشرق ده هو المناطق اللي هي مناطق المعارك الاكثر خطوره، اللي موجودين هي الاكثر تحدي يا استاذه لميس، زي ما حضرتك بتقولي مناطق الشرق وكارجو هناك الاعداد اللي موجوده، فلذلك توجيهات السفاره بتقول لهم اذا كنت انت في مكان امن خليك ما تطلعش ما تتحركش، عشان ما يعني ما تعرضش نفسك لاي مخاطر ملهاش لازمة. فبتقولك خليك قاعد في البيت، يعني خليك يعني قاعد في البيت، بلاش التحرك لأن الشوارع غير آمنة، الطرق غير آمنة، فلو أنت في الشرق خليك قاعد في البيت في الوقت الحالي. هي دي الإرشادات اللي طالعة من السفارة واللي مداومة إنها تحطها على صفحتها. الوضع مختلف طبعا بالنسبة للمنطقة الغربية اللي هي لها حدود يستطيع أعضاء الجالية أو الطلاب أنهم يروحوا، رومانيا في الجنوب، بولندا في الغرب، وسلوفاكيا في الغرب وشبه الشمال. ما بينصحش بيلاروس ولا جنوبا بمولدوفا، لأن الاثنين عليهم حظر جوي، فلو راح هناك والاثنين ما فيش سفارة مقيمة فيهم، يعني في يعني تمثيل غير مقيم في كلا البلدين، لكن في الثلاث بلاد ارقامهم معروفه. انا وانا بكلم حضرتك دلوقتي بيتدفق دخول الطلاب المصريين في بولندا ورومانيا على مدار الساعه،
مع الاسف في تحدي هناك، التكدس اللي موجود على الحدود، لان مش احنا بس اللي موجودين، ده في جنسيات كثيره بجانب الاوكران نفسهم اللي بيخرجوا، وواضح ان السلطات الاوكرانيه بتفضل تمرير العائلات الاوكرانيه قبل الاجانب يعني. لكن سفراءنا على اتصال دائم بوزارات الخارجيه وبالاجهزه المسؤوله في هذه الدول لتسهيل وتيسير مرور المصريين.